عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في قناة أم مروان. مرحبا بكم على اليوم في واحد الوصفة اللي هي كتجي زوينة بزاف سهلة، العصير ديال الفروتة معدوب بالسومو اللي كيجي ساهل كما كتشوفوا معايا، زوين بزاف. كلكم أنكم تعدلوه في مائدة الإفطار، مطبق كيجي زوين. إلا دوزو نكتشفو المقادير ووصفة التحضير. دابا غادي ندوزو نشوفو المقادير وصفة التحضير ديال العصير اللي غادي نعدلو معاكم اليوم مائدة الإفطار ديال رمضان، مناسبة رمضان. وصفة سهلة واقتصادية. عندي هنايا البنان، ثلاثة زيال البنانات، جوج تفاحات الفريس. عندي هنا هاد العصير، يمكنكم تضيفو أي عصير. عندي هنا جوج يطرون، غادي نستعمل أي يطرون زيالن. عندي هنا كاس ديال السكر، يعني السكر على حسب الرغبة ديالكم، اللي عزيز عليه السكر يضيف سكر. فروتة اللي أي فروتة اللي بغيتو تستعملو، لأن يعني هادي كتجي زوينة بزاف، حسن مديروها مع الحليب. دابا غادي ندوز نقطع المكونات ديالي. غادي نقشر تفاح البنان، مش غادي ندوز نطحنهم. من بعد ما خصت الفروتة ديالي قطعتها، دابا غادي ندوز نطحنها. عندي السكر، من بعد غادي نضيف يطرو ديال العصير. عندي عن نص بيحل هذا يطرو، جوج يطرو عندي عن نص. العصير كيف كيجي، كيجي زوين بزاف. من بعد ما انتهينا الطحين ديالو، دابا غادي ندوز نضيفو في كيسان. كيجي زوين بزاف كما كتشوفو معايا، كيجي رائع. وصفة سهلة واقتصادية، يمكنكم أنكم تعدلوه في المناسبة ديال رمضان، تقدموه مع الحريرة. كيوجد دقائق. هذه هي الوصفة ديال اليوم اللي درت معكم سهلة. نتمنى الوصفة ديال اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم. ما تنساوش تشترك بالقناه وتضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي، واللي ما مشاركش بالقناه كلونا يضغط على الزر الاحمر باش يوصلو كل جديد ديالي. مع السلامه، نتلقى وصفه جديده وكله جديده وكله شهيه.